خير يا بنات، عاملين ايه النهارده؟ نعمل سمبوسه سهله او البف السعودي او الحجازيه. مكوناتها بسيطه قوي ومفيش اسهل من كده، وهتعمليها وانتي واقفه. بقى مع بعض نقول مكوناتها ايه. معايا كوبايتين دي منخولين حلو قوي، معايا معلقتين نشا ممكن استبدالهم بكاستر، معايا ربع كوبايه زيت، بيضه، كوبايه ميه، معايا معلقه سكر، معايا معلقه بيكنج باودر، معايا نص معلقه ملح. احط المكونات الجافه دي كلها على بعضها كده واقلبهم تقليبه كويسه علشان يخشوا في بعض. طبعا احنا مش هنستخدم خميره، بس هنسيب العجينه ترتاح حوالي نص ساعه علشان بس العجينه ترتاح، لكن تخمير هي مش هتختمر ومش هترتفع. انا حطيت الزيت والبيض، هبدا افرك فيهم كده لغايه ما اخلي الدقيق معايا زي الرمله كده. انتوا بايديكم وانتوا بتحركوا هتحسوا بالملمس ان خلاص دخلنا البيضه والزيت فيها. الميه بقى مش هنحتاج الكوبايه كلها، هنفضل ناخد بشويش واحده واحده لغايه ما احس ان العجينه لمت معايا. ما نكترش ندلق الكوبايه كلها عشان العجينه ما تسيلش مننا ونضطر نحط لها دقيق. بصوا زي ما انتوا شايفين كده انا بحط يعني حبه حبه، بصوا هتلاقوها بتلزق كده، بس وانتوا بتعجنوها هتلاقيها لمت معاكم. بصوا خلاص انا مش هحط لها ميه تاني. بصوا العجينه بقت طريه وجميله قوي. انا هغطيها بقى، اسيبها ترتاح النص ساعه اللي قلتلكوا عليها، وبعد كده اجيبها بقى ابتدي افرد فيها واشكلها معاكم واوريكم بشكلها ازاي. هسيبها بقى نص ساعه، وادي العجينه اهي بعد نص ساعه. بصوا جميله ازاي وطريه وناعمه. هبتدي بقى هاخد منها كده شويه. بتحطي على صينيه قصادك او على الكاونتر او الرخامه اللي قصادك حبه دي عشان العجينه بتلزق شويه ما تلزقش. ولما نيجي نرصهم يا جماعه بعد التشكيل ما تلزقهمش في بعض، علشان لما بيلزقوا بعض العجين بيلزق في بعض، فتخلي كل واحده بعيده عن التانيه. بصوا العجينة بتتفرد معانا ازاي بكل سهولة. هي انا فردتها، بجيب القطاعة بقى، ما عندكش القطاعة بكوباية وقطعي بيها بغطا برطمان وقطعي بيه. عندك اللي هي بتشكل السمبوسة، القطاعة اللي بتشكل السمبوسة اشتغلي بيها، اللي متاح عندك اشتغلي بيه. انا لميت اهو بقية العجينة، يعني اسيبها شوية وبعد كده ارجع اشتغل بيها تاني. انا حطيت الجبنة اهو، بصوا بتقفلوها عادي خالص اهي. دي للناس المبتدئة اللي لسه يعني لسه بيعملوا وبيجربوا، طعمها بيبقى جميل ومقرمشة من بره وطرية من جوه، يعني ولا احلى من كده. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، جبت الشوكة وضغطت على اطراف بيها اللي هو زي شكل، مش لازم شكل معين، ما تصعبهاش على نفسك. عايزه تبططيها وتعمليها مربعات برضك بتبقى سهله، ما فيهاش اي حاجه صعبه. بصوا انا هكمل بقى بقيه الكميه واوريها لكم. هنا يا بنات بقى انا ابتديت ان انا اقليها. بتسخني زيت كويس، بتبقى اهم حاجه الزيت سخن، وبعد كده تعمليه على نار متوسطه مجرد ما ننزل فيها بالبف او السمبوسه. دلوقتي هو انا نزلتها. انا بصوا الوش التحمير، طعمها بجد تحفه تحفه، جربوها يا بنات مش هتندموا. وهي بكوبايتين دقيق مش بحاجه وبيضه، جربوها هتعجبكم قوي. وكمان عمايلها سهله ومقاديرها سهله وما فيهاش اي حاجه صعبه خالص. ما عندي سمبوسه وعايزه تاكلي سمبوسه، اعجني كوبايتين الدقيق بالبيض على طول بربع كوبايه الزيت، بشويه الحاجات الجافه اللي انا قلت لكم عليها، النشا والملح والسكر والبيكنج باودر، هتعمل معاكم العجينه دي وهتبقى عجينه تحفه بجد. بصوا بصوا جمالها ولونها الذهبي، جميلة 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 ومقرمشة من بره وطرية من جوه، والحشوة جواها جميلة.
الحاجات اللي نزلت دي في الزيت كانت الجبنة. بصوا هي بعد ما اتحمرت، بصوا الجمال. اعملك واحدة تاني باللحمة المفرومة، بصوا تحفة تحفة تحفة. ألف هنا وشفا يا رب على يجربها بإذن الله. بقى لو عجبتكم الوصفة تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. بحبكم، باي باي.